طبعا هسه بما ان احنا وصلنا لبرج الدلو، الدلو انا في عندي تنبيه على نقطة بس اخلص من البرج. اول شيء بالنسبة 25-1 هم الدلو صح؟ 25-1 بكونوا الدلو طبعا. طبعا بالنسبة للمشتري اللي موجود بالأسد بدعمهم من ناحية الشراكة، الشراكة اللي إلها علاقة بالعمل أو بالعاطفة، يعني كثير من تبعين الدلو رح يرتبطوا ورح يصير عندهم، يعني رح يرتبطوا منهم، رح يرتبطوا مع واحدة معها فلوس أو واحدة مع واحد معها فلوس، يعني عشان يستفيدوا، يعني مش مصلحة لا ولكن شوي. إنه في فلوس في الموضوع بابا دير بالك بابا. أما بالنسبة لعملية الشراكة اللي هي اللي الأعمال بالشركات التجارية والشغلات اللي مثل هيك رح يستفيدوا برضو منها ماليا. اللي فاتح شركة مع واحد وكانت منضعضة بالفترة الماضية، الفترة هاي بترجع بتتحرك. طبعا بالنسبة للمشتري لما بنتقل للعذراء هنا بتتاح لهم الفرصة لمكسب مالي من تركة أو شراكة أو تعويض، فهاي شغلة برضو بدهم ينتبهوا لها إنه الفترة الثانية المكاسب المالية رح تيجي من تركة أو شراكة أو تعويض. أما بالنسبة لزحل بدهم يديروا بالهم من إنه يفرض سيطرته على صديق، لأنه رح يخسروا بوجود زحل. النقطة الأهم من هيك اللي أنا حكيت بدي أنبه عليها، طبعا يأخذها بالاعتبار الجدي، بس الأكثر اللي بدي يأخذها اللي هو الدلو، إنه في بعض الأشخاص اللي ممكن إنه يكون في عنده سلوك غير ظريف إحنا بنسميه، ممكن يكون في نقص أو عجز بميزانية معينة أو بخزينة لشركة هو مسؤول عنها، ممكن إنه تنكشف الأوراق هذه وتيجي على رأسه. فالفترة هاي اللي بيشتغل في هذا الشغل اللي هو الشغل الغلط يحاول إنه يصلح حاله عشان ما ينكشف. قبل ما ينكشف. قبل ما ينكشف. يعني حذرنا حتى. هاي فضايح صارت. حذرنا الناس اللي.